من العمر، حوار مع شخصيات صنعت عمر لبنان في السياسة والاقتصاد والمجتمع. تحية من صوت لبنان، هو وجه اقتصادي ناجح ساحب حضور في عالم الأعمال. ترأس المجلس الاقتصادي والاجتماعي بين العامين 2000 و2017 وواكب عن قرب المشاكل الاقتصادية والاجتماعية. أرحب في هذه الحلقة من ساعة من العمر بالسيد روجيه نسناس. أهلا وسهلا فيك بصوت لبنان. أهلا. البداية مع الطفولة، ذكريات الطفولة شو باقي منها؟ ذكريات الطفولة أساسية، لأن هي وتربية الأهل هو اللي أثر على مسيرة حياتي. أنا درست باليسوعية بالجمهور، ومن ثم عملت اقتصاد بجامعة القديس يوسف. طبعي قريب عن الناس وبحب الناس، واليوم قبل ما أعمل اقتصاد كان عندي قناعة أنه لازم رحصه بالطب، وكان بدي أعمل بسيكولوجي وطبيب نفساني. قبل ما كنت عم بحضر مسابقة التفوت على الطب، مسابقة الدخول، وفي شخص من أصحابي بيقول لي بي بدي أمن عند بيك. كان بي مدير شركة تأمين ليون دو باري. بي بدي أمن عند بيك، فيك تعرفنا عليه؟ قلت لي وأنت كل ممنونية، وعرفته عليه. من بعد كم يوم بيجي بي بيستقبلني بالمكتب، بيقول لي تفضل عود مستر نسناس. يه، ليه عم بيحكي لك بهالطريقة الرسمية؟ بيعطيني شيك، طلع فيه قد سنتين خارجية. قلت له شو هيدا؟ قال لي انت جبت لنا زبون بيطلع لك عمول عليه قد سنتين خارجية. قلت له حلو. قال لي فيك تعمل فيه شو ما بدك طبعا، وهيدا لإلك، والله يوفقك. ضوت براسك. ضوت براسي. مرق كم يوم قاعد عم تعشى معه بالبيت، بيقول لي من ليه ما بتيجي بتعمل ستاج بالصيفية وكمل انت حضر المسابقة الدخول تبع الطب اليسوعي. نزلت عملت ستاج، شعت انه هالمهنة قريبة كتير عن العالم، وبالاخير يعني عم تخدم الناس، والناس ما بيعرفوا قيمتها الا اللي بيصير عندهم حادث. بقى بلشت اركض وجيب لهم زبونات، وعملت محفظة تأمينية قنعتني انه روح ادرس اقتصاد وكمل بهالمهنة. هيدي كان عمري 19 سنة، وبسن 20-22 كان عندي محفظة تأمينية خلتهم يدخلوني شريك بالمؤسسة للي كان اسمها اليونيون دو باري. دخلت مع الوالد وشركة، وللأسف توفى الوالد من بعد سنة وزادت المسؤولية. وكان عمره 58 سنة، وبزيت الوقت بلشت الحرب بلبنان. انجبرت، خدت خيار ضلوا بلبنان، انجبرت، زادت المسؤولية علي وفي موظفين، صرت جزء من الإدارة بالشركة. رح نحكي عن العمل المهني والمسيرة المهنية. نعم. أستاذ روجيه نسناس، خليني بس استفيد بتكوين شخصيتك. أي طفل وأي شاب كان روجيه نسناس بالمدرسة؟ كنت طالب متفوق مجتهد؟ لا، كنت حب الرياضيات، ميولة ماتيماتيك علمية، وبذات الوقت حب المجتمع، وكنت كشافي، واختلط بكل الأعمال الاجتماعية تبع المدرسة، وكنت معروف يعني أنه بيسموني مدافع عن الشخص العايز. عايز حدا يدافع عنه، ما عم بحكي أنه عايز مصاري، عم بحكي يومتها أنه حدا يتخلق معه إجي يدافع عنه. كان طبعي كل حياته منفتح على العالم وقريب من الناس. أنت مثل ما تفضلت حائز على إجازة بالعلوم الاقتصادية من جامعة القديس يوسف. نعم. هاي المرحلة، مرحلة الدراسة الجامعية، شو باقي صور بذهنك عنها؟ هالمرحلة كمان إذا بهمك الموضوع، كنت بالجامعة وكنت عم بشتغل بذات الوقت، مثل كنت عم بقول اتنقل بين الشغل والجامعة، وبذات الوقت كنت فت على رابطة الجامعة، رابطة الاقتصاد. كنت يعني بالأميكال ديزلف، مش ديزانسي زلف، ديزيتوديان انيفرسيتير دي لوجي دي سياس ايكونوميك. وبيجوا بيقولوا لي يا روجيه انت مسؤول عن الشؤون الاجتماعية. قلت له ايه. قال لك لازم تعرف كل سنة الجامعة بتعمل سهرة الاقتصاد، بس انا بيعملوا سهرة. سهرة سنوية. سهرة انت مسؤول عنها. قلت له انا ما بعمل سهرة. شو سهرة؟ قال لا. قلت لك انا بدي اعمل شيء منيح. قال شو يعني؟ نظمت لهم مشوار على قبرص، تقينا بوقتها رئيس مكاريوس والسفير اللبناني، ورجعنا على بابور
وعمل لها سهرة على البابو. فعيت لي الشانسولي بوقتها بقول لي انت عم تعمل مشروع سفيري؟ قلت له ابدا. قال بكره بتشوف ما رح يجي حدا. اجا 156 شخص. كيف اجوا؟ اجاني فكره ما تعلمت من العموله بالتامين. عملت دفتر اعلانات وقلت لهم كل خمس اعلانات بيسافر ببلاش الواحد. اجاني اكبر اعلانات بالبلد، كل واحد يروح عند اهله واصحابه، وسافر يمكن 50% من الناس سافروا ببلاش من هالموضوع. بقى تقول لك انه كنت منفتح وعندك افكار عمليه. قادر تقرا السوق؟ هيدا هو السؤال، يعني عندك القدره انه تقرا ردات الفعل قبل ما تصير، وهيدي شغله مهمه كثير بالاقتصاد. طبعا انا كل حياتي بقشع الامور على المدى الطويل وبشتغل على المدى الطويل، ما بشتغل على المدى القصير. يعني كل تفكيري وين بدي اوصل وشو الخطه اللي بدي اعملها وباي طريقه وخطوه خطوه. يعني هلا بنحكي على رح نجرب نفصل شوي فكرك الاقتصادي، بس خليني بالاول لكمل الصوره كمان. صوره لبنان ما قبل الحرب شو باقي عندك بذهنك انت؟ انا اذا بدك من جامعه عشنا وقت كان بسنه ال 68 99 كان عمري 18 سنه، وعشنا الايام الحلوه بلبنان من 68 لل 1974. كان لبنان الحلو، لبنان الاجتماعي، لبنان الأعمال، لبنان عم بيضج ضج بالناس ومثلين ناس وازدهار اقتصادي اختلاط والإيمان بالبلد وإيمان بمشاريع البلد، وما كان في ولا طوائف، ما كنت تعد ولا الطوائف، وما كان يعد إلا الشغل والطموح. وكان بهمنا نحن كشباب المستقبل نلاقي كل واحد فرص عمل ونضل تحشين. هيدا كان بهمنا. وصلنا من المدرسة وبلشنا نفتش عالشغل، قلنا الله بيوفقنا حتى نلاقي شغل. ما بعرف ليش تعلمنا حلمنا بوطني شغلنا، تعلمنا سنين تخرجنا لحتى نبني وطننا. بدنا فسحة للأمل ولازمنا فرص عمل تنطير بالحرية. الحوار في ساعة من العمر مستمر مع الرئيس السابق للمجلس الاقتصادي والاجتماعي روجيه نسناس عبر صوت لبنان. ننتقل إلى رحلة العمل المهني. وين بلشت؟ بتتذكر أول راتب؟ إيه طبعا، أنا أول مبلغ بطه دائما فخور فبجي هو هالعمولة، العمولة اللي كانت 100 ليرة لبناني، وأخذت معي سنة تصرفتها. يعني تقول لك إذا كنت مهمي. ومن ثم صرت جيب زبونات على الشركة وأتقاضى عمولي على هالزبونات لبل ما فت شويك. وساعتها أكتر من قضيت راتب، صارت قضيت قد ما بيركض الواحد قد ما بيلاقي نتيجة من مال. شفت نجاح مهني بانطلاقتك دغري؟ أهم شيء شفت إيمان وحب للي أنا عم بعمله، وتصورت حالي وين بدي أوصل. وهون كمان أثرت علي الجامعة، أثرت كتير علي الجامعة بتربيتها. لأن شو علمتك الجامعة؟ أهم شيء أنا تعلمت من الجامعة هي المثابرة. تعلمت من الجامعة وباليسوعية بالمدرسة تعلمت أنه بدك تشتغل كتير تتقطف، مش قضية بس الحياة قضية شانس وغلا ظرف. في جهد وجهد يومي. وأنا من الناس اللي دايما بيضلوا، وهذيك اليوم كنت عم بحكيها مع الجامعيين وبجتمع معهم كتير، أنه الواحد إذا بده يعمل مستقبل لحاله بده يحط بمخه أنه خطوة خطوة، مثابرة، عمل يومي، طموح مع نظرة على المدى الطويل. في ناس بيربحوا مصاري على المدى القصير، بس مش هذا هو الطبيعي. هو أنه تبني خطوة خطوة تتوصل يوما ما. يعني نحن عم نحكي اليوم من بعد 40 سنة شغل، بيقولوا لك التلميذ ومش ناس بيقولون عم تطلعوا بشخص وعم تقولوا أنه نجح، بس طلعوا قد أخذت معنا، ومثلي كتار من الناس أخذت معنا سنين وسنين تنجحنا وتعمرنا وتنشحت وأسسنا مؤسسات ونشحت هالمؤسسات. يعني إذا بدنا ناخد رسالة النجاح المهني انطلاقا من الشيء اللي تفضلت فيه، هو الجهد والرؤية. بده يكون في واحد عنده رؤية بشغله والمثابرة. وحكيت شوي عن الحظ، كان له دور الحظ بحياتك؟ في ظروف أكيد للحظ، بده يعرف يقطفها الواحد. يعني الواحد
أنا من الجماعة المقتنعين أنه أوقات يعني الواحد شو مهما يكون جهده ومهما يكون إيمانه في ظروف لازم يستفيد منها تيتقدم، وهالظرف بكتير أوقات ما بيرجع مرتين وثلاثة، لازم يقطفها الواحد ولازم ما يتردد على شرط. وتتقدر تنجح بك تحب شو عم تعمل، تيكون عندك شوية كاريسما باللي عم تعمله، تيكون عندك تتوعك اليوم عبكرة وتجي عم تشتغل ومبسوط إنه الناس اللي عم تشتغل. يعني بقولوا لي أنا صار لك هلأ عشرات سنين عم تشتغل، في شخص قاعد عم يحكينا عن شغلة عملية صغيرة بسيطة كنت اهتم فيها وكان عمري 25 سنين قاعد بسقب فيه موظفين عندي، قالوا لي كيف انت عم تهتم بالشغلة وبعدين ايش هناك عم تهتم فيها مع حماس بشغف؟ ايه قلت له ايه نعم اكيد، انا حسيت اليوم انه عم بهتم فيها كأنه عمري 20 سنة، ما عندي اي مشكل، بحب اللي عم بعمله، مقتنع من اللي عم بعمله، هو اللي نجحني. واذا الواحد بيمارس للي عم بيعمله بصدق ومثل ما كنت عم بقول بمسابرة ما في ما ينجح. ساعة من العمر مع الرئيس السابق للمجلس الاقتصادي والاجتماعي روجيه نسناس عبر صوت لبنان. أستاذ روجيه نسناس رح نحكي شوي عن التجربة بالعمل الخاص، بس بدي روح قبل شغلك الخاص، أنت رئيس سابق لتجمع رجال الأعمال اللبنانيين. شوف كنت عم بحكي لك شوي عن مسيرة حياتي. أنا طبعا في كتير من الناس بيعرفوا شو الصعوبات اللي مرقت فيها بحياتي، الصعوبات اللي توفى الوالد وجبرت اشتغل واشتغل 15 ساعة بالنهار، الحرب اللبنانية وقت البلشت اللي خلتنا نعمل تتصمد مؤسساتنا لأن كانت الحالة الاقتصادية كمان صعبة بوقتها، مشاكل خاصة كمان مهنية كمان كانت أساسية عندي خلتنا بالآخر احترق بيتي وبيت أهلي كمان بذات الكل كله هالخمس ست سنين للي بلشت فيها مهنتي وتوفى الوالد، مرقت بظروف استثنائية ومسؤولياتي تجاه عائلتي أمي وأخواتي للي كانت صغيرة، أمي الوالد توفى كعبر 58 سنة بثلاث شهور بقى هونيك يوم. قد ما كنت تعبين صار لي عابة صحي خفنا أنه مهم، أما لا طلع شيء نرفزي. من بعد كم يوم كنا بباريس، فت على كنيسة اسمها الميدالية العجائبية نطب دم دوبا، صار عندي إيمان طويل عريض كتير مهم. ومن بعدها ما تحسيت بشي أولا وما بقيت لي. من بعد كم سنة شخص كتير كتير قريب مني بيعمل حادث، كم ما يقص منه انه رح يتوفى، عتصلي بمعجزة عاش هالشخص صحته بالجنة. انا ساعتها حبيت اخدم انه ما معي مصابي بعد شو مبلش حياتي، عمري كان شي 32 سنة، وين بدي روح؟ رحت عند مطران الطائفة، انا روم كاتوليك، قلت له يا سيدنا انا صار معي هيك 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 هيك، انا بدي ساعدك، عيني مستشاره المالي. وبعد كم سنة اربع خمس سنين طلب مني اترأس الجمعية الخيرية لروم الكاثوليك للي هي صار لها اكثر 120 سنة وتعاقب عليها وزراء ورؤساء واشخاص كتير مهمين وعدتوا كتير لهالجمعية. قلت له سيد انا بعد صغير بالعمر ما فيك، قال ما عم بيقبل معي وزير يكون. قلت له بلا ولو كان الله يرحمه الوزير شيخاني رجل شيخاني رجل شيخاني، رحت لعنده كم محامية قلت له معي الوزير بدك تجي رئيس، ولو بس انت كنت رئيس انا هلأ بجيب لك 24 شاب من كل المهن ومن كل القدرات، ومش مهن يعني انه كمان فنانين واسد الجامعة هيك، نقيت 24 شخص كان رئيس وكنت نائب رئيس. بعدين تعرض لمشكل صحي وتوفى من بعد كم سنة، استلمت الرئاسة بعد 7-8 سنين، ومن وقتها انا رئيس الجمعية الخيرية. بذات الوقت تجمعنا كم شاب بالمنطقة هون، كانت الحرب بهيك ونحن عايشين من مؤسساتنا اللي هي بتشكل 90% من الاقتصاد اللبناني وهي المؤسسات الوسطى والصغرى. اللي عم نقوله ايه كمان اللي عم نقوله للشباب اليوم انه ما تيأسوا يا جماعة، مرقنا بيه مصعب، بنزين ما كان فيه اذا بعدك فيه بل تماما، معاشات ما كان معنا ندفع، جينا كل واحد يجرب يبتكر حلول شوي نطلع تلتقى بغير بشباب تانيين. ليه انتم بلبنان ما عملتوا مثل الباقيين رحتوا على بلد لا احنا قاعدين مسافرنا على البلاد العربية اما ولا احنا افريقيا.
طيب شو عم تعمل انت؟ شو عم تعمل هيك؟ جمعنا وخلقنا تجمع رجال اعمال اللبنانيين. من الحاجه اجى هيدا. من الحاجه، لا ما كان في، كان ما كان في هيئه اقتصاديه، ما كانت فعاله بوقتها. تجمع رجال اعمال بلشنا 20-25 شخص، وبلشنا نساهم مع الدوله. قبل كل شيء نعمل دراسات قيمه، قبل كل شيء نتفق بين بعضنا وناخذ مواقف مشتركه كيف بدنا نتعامل بمؤسسات. بعدين صرنا نتعامل مع الدوله ونعمل لها دراسات للدوله. من هون اخذ بوقتها شهره تجمع رجال الاعمال اللبنانيين، للي هو دافع على الاقتصاد الحر، دافع على انتاجية المؤسسات. وقام تجمع رجال الاعمال بدراسات قيلي، اول مشروع بيحكوا دائما فيه هو ضمان الشيخوخه اللي عمله تجمع رجال الاعمال اللبنانيين مع أطوان وكيم ورجل سناس وأولى لحاس وجاك صراف، عم بيجي الأسامي، وأرمان فارس وروي بدار، وكنا مجموعة اقتصادية، مجموعة اقتصادية. عملنا مشروع ضمان الشيخوخة، عملنا كتاب على إنتاجية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كيفية تفعيلها، وعملنا دراسة كمان على الحس الاجتماعي للقطاع الخاص. من مال عندي مسؤولية بالجمعية الخيرية اللي خلتني حس قدي مهم الشأن الاجتماعي تتحسن السلم الاجتماعي بلبنان، وقدي مهم يساهم هالشباب بالشأن الاجتماعي. وهلا بحكيك شو بنعمل نحن بالمستوصف بالجمعية الخيرية. من ميل تاني ترأست تجمع بجيل الأعمال 10 سنين، وبي تجمع بجيل الأعمال يعني غنين كتير. أولا تعلمنا، هيدا قبل ما يحكي بالمجلس الاقتصادي، تعلمنا انه ننسى شوي فرديتنا وهالطبع الفردي اللي عنده يد لبناني، ونقعد سوا وندرس سوا ونجرب نعمل توافق سوا كشباب اصحاب عمل. وتانيا نفرج الدولة انه المجتمع اهم شيء، القطاع الخاص والمجتمع المدني طبعا، بس هنا بحكي عن تجمع رجال الاعمال اللبنانيين، قدي هالمؤسسات فيها تساهم بافكارها بالسياسة الاقتصادية والاجتماعية. تجربة أخرى أستاذ روجين أسناس بحياتك، سنة 2000 محطة مهمة، تعيينك رئيس للمجلس الاقتصادي الاجتماعي. قصة هذا التعيين، مين بلغك أنك ستكون رئيس المجلس؟ ما هيك صار، نحن طلبنا بتجمع رجال الأعمال، وبذات الوقت صار في الندوة الاقتصادية، وبذات الوقت صار في التجمع الاقتصاديين اللبنانيين، والهيئات الاقتصادية بجيت بلشت صارت تجتمع أكثر وأكثر. كل هالمجتمع كان يطالب بإنشاء مجلس اقتصادي اجتماعي. والأحزاب اللبنانية من سنة 56 عم بتطالب بإحياء مجلس اقتصادي اجتماعي. والطائف نص على هذا الموضوع، إجا الطائف نص بضرورة إنشاء حوار ومشاركة المجتمع المدني في ناخد رأيه بالقضايا الاقتصادية والاجتماعية من خلال إنشاء منبر سموه المجلس الاقتصادي والاجتماعي، علما أنه بالعالم في 72 مجلس اقتصادي اجتماعي، مش أنه لبنان يعني الفكرة اللبنانية. والمجلس الاقتصادي والاجتماعي بكتير بلدان مجلس دستوري، نحن هون مجلس ميثاقي طالما نص عليه اتفاق الطائف، بس مجلس دستوري بفرنسا كان صار له أكثر من 70 سنة و60 سنة. نعمل مجلس اقتصادي اجتماعي بالطائف، اتفقوا يعملوا المجلس الاقتصادي. ب 96 عملوا قانون المجلس الاقتصادي الاجتماعي على ان تؤلف اول هيئه عامه. 6 شهور من بعدها بسنه 2000 الفوا المجلس الاقتصادي والاجتماعي. وكيف صار التوافق؟ وانتخب انتخاب مجلس اقتصادي اجتماعي بالاصول، رئيسه بينتخب، انتخب المجلس في مجلس اعضاء، انتخبوا الرئيس، بينتخبوا هيئة عامة، هيئة عامة بتنتخب هيئة إدارية، والهيئة الإدارية بتنتخب رئيس. انتخبت رئيس طبعا بتوافق سياسي وبتوافق انه أول مرة سمعت انه أنت ستكون رئيس هذا المجلس؟ ما سمعت كتير، ما سمعته لأن صار في يعني انه صار في انتخابات وعلى صوت أنا، يعني بقول لك صراحة أنا حسيت قدي طبعي كان الطريقة التوفيقية اللي عندي إياها، صار في توافق انه نحن بدنا انت هذا رئيس تجمع رجال الاعمال اللبنانيين، هذا زلمه طبعه توافقي، رئيس لحود، رئيس الحص، رئيس الحريري، رئيس نبيه بري، كلهم كان في توافق انه تندعم روجين سناس. بس صار في معركه انتخابيه بالاخير،
مش هيك عم بقول انه انتخبت رئيس مجلس. الخلاصة اللي طلعت فيها ولو سريعا بدي منك بهذه التجربة 17 سنة شو قدرت عملت؟ شوف قبل ما نحكي خلاصة خلينا نحكي شوي شو مهمته شغلتين. انا من الجماعة المقتنعين انه المجتمع المدني غني كتير بشبابه وبشاباته وعنده خبرة على الارض وبيعيش الارض وبيعيش المعاناة اليومية. يعني معناتها انه هو عارف شو المطلوب كحلول وهو فيه ساهم بهالحلول. وانا دائما بقول لهم اهم شيء انه وقت اللي بيساهم المجتمع المدني بسياسات اقتصادية واجتماعية، وقت اللي بيساهم بسياسة الحكومة بتكون عم تبني وطن وورش، لان للي بيساهم بتعرف بحس حاله معني بهالموضوع وبحس حاله انه هو ساهم بهالموضوع. مش بتجي سياسي وبتقولوا بدكم تمشوا مثل خدنا رايكم، اتفقنا معكم، اتفقنا على موضوع، تفضلوا ننفذوا كلنا سوا. بتكون عم تعمل ورشة وطنية حول هالمشروع. اول نقطة هذه هي. تاني نقطة بتتعلم شغلة تاني، التوافق. انه ليش عشو عم نتشارع؟ عم نتشارع عشو؟ نحن بهمنا شو؟ انه هالبلد اولا يكون في نمو ويكون في عدالة اجتماعية. هيدول المعادلتين. طيب ما بيجوز انه قد ما فينا بتضحيات واحد والتاني نوصل على اقسام مشتركة تسمح لنا نعمل سياسة اقتصادية واجتماعية. هيدا هو كان دور المجلس الاقتصادي والاجتماعي. للأسف عمليا للأسف المجلس الاقتصادي والاجتماعي نحن استلمناه ورقة مع قانون بده كتير تصليح، ونحن بالمجلس كان كله عمل تطوعي. يعني أنا اشتغلت 10 ساعات بنهاي سنين كلها بتطوع، وحتى أكتر أول 3 سنين نحن عملنا أنظمته وكنا طالبين عطونا ملاك ب50 موظف، بس مثلا حولنا ناخد إلا 2 أما 3، وميزانية ما قدرنا نصرفها. يعني معناتها المجلس الاقتصادي الاجتماعي ما قدر إلا بفضل أعضاؤه للي اشتغلوا بين بعضهم وللي قاموا بدراسات عينة، ثانيا بدعم المجالس الاقتصادية والاجتماعية الخارجية الأخرى للي ساعدتنا كتير وعطيتنا وإحنا اللي عندهم وعلمونا وعطونا من خبراتهم، وثالثا أنشأنا المجلس الاقتصادي العربي للي اليوم بضم خبرات البلدان العربية، خبرات المجتمعات المدنية البلدان العربية، وأنا كان إلي شرف يعني يكون رئيسه هلأ من مدة. وشو للأسف المجلس الاقتصادي الاجتماعي اشتغل 3 سنين، من بعد 6.5 صار عنا مقر وشرفونا فخامة الرئيس ودولة الرئيس ودولة الرئيس وحضروا تتشين مقر المجلس الاقتصادي الاجتماعي. كان رئيس الحوت والرئيس البري والرئيس الحريري والمسؤولين كلهم دشنا المجلس الاقتصادي الاجتماعي. كنا عاملين دراستين قيمة، خلصت مدة المجلس ما عادوا عينوا أعضاء. عدم تعيين الأعضاء كان عندي خيارين، أو بروح البيت. الأعضاء اعتبروا أنه ما حدا شكرهم، اشتغلوا كل تطوع، أسسنا المجلس الاقتصادي، وقفوا. أنا كان عندي خيار أروح البيت أو كمل اللي تعلمني هي سياسة تسيير الأعمال. بلشنا سيير الأعمال، طول بالك يا روجي رح نعين لك مجلس. للأسف ما تعين مجلس لأسباب تجذبات سياسية. طيب أنا شو بدي أعمل وشو كان عندي خيارات وما في موازنة؟ في كتير ناس ما بيعرفون القصص كلها. أولا عمل تطوعي، كانوا يدفعوا الأجار هني وموظفين 3 مع مدير عام، والباقي كله ما تأخذني نحن اللي ساهمنا بدفعه. بس كمان في كرامة العالم، وتانيا في انه نبين نحن ما بدنا نبين فاشلين تجاه المجتمع المدني وتجاههم كله. جينا امنا بدراسات، سافرنا وخلينا لبنان يكون موجود بكل المؤتمرات، والدولة ما مولدت هالمصاريف كلها. رجعنا الا مش معقول بقى نعمل دراسات. اجتمعنا مع سلسلة من الخبراء اللبنانيين للي هن بالعادة بيعملوا الدراسات للدولة، جمعتهم تقول لهم هل نحن قادرين نعمل نظرة نهوض لبنان بالتوافق بين بعضنا وانتم مش دائما بتتفقوا؟ اخذت معنا 2 سنين، عملنا بسنة 2007 نهوض لبنان
نحو رؤية اقتصادية واجتماعية. في هذا الكتاب بدي أتوقف شوي، يعني اللي هو خلاصة عمل المجلس الاقتصادي الاجتماعي، جزء كبير من عملكم بمقدمة الكتاب هذا اللي بين إيديك. مش هذا هو، هذا أول واحد، هذا الثاني. ثاني ب 2016 حبينا قلنا خلينا نحضر حالنا. بتعرف كان في غياب رئيس الجمهورية على سنتين، وبعدين يعني كانوا عم بيحكوا برئيس الجمهورية انه لازم ينتخب، الا بدنا نحضر حالنا للمرحله الجديده. رجعنا اجتمعنا هالخبراء مع اختصاصيين ومع مهنيين ومع ناس كمان نواب ومدراء عامين، وعملنا نهوض لبنان نحو دولة الإنماء، للي هي ب700 صفحة بالتوافق بين الجميع بتقول شو هي. أولا بتقول شو هي الأمور وشو هي الحلول، وبتعطي الحلول بطريقة علمية وبطريقة عملية. أطلقناه من السراي الحكومي، مشكورا الرئيس سلام، أطلقناه كان رئيس الحكومة، أطلقناه من السراي. حطيت أنت الأصبع على الجرح مثل ما بينقال بهذا الكتاب، لأنه بمقدمة الكتاب تستعيد كلام للأب لوي جوزيف لوبري بيقول فيه: لا ينقذ لبنان واللبنانيين سوى العمل التضامني في الداخل ومع العالم. كيف الخروج الروسات لنطلع من الفردية إلى العمل الجماعي؟ شوف هذيك اليوم كرمونا لسوعي حب مشكور أبدكاش أنه أعطي الشهادات لخريجي الحقوق والعلوم السياسية والعلوم الاقتصادية، وبكلمتي قلت لهم نحن بنعرف أنه اللبناني فردي، بس اليوم إذا بعده البلد واقف هو لأن اللبناني جبار، ولأنه فردي، ولأنه بيتغلب على الصعاب، بيتغلب على عدم فرص العمل من خلال المؤسسات الصغيرة، الميكرو كريدي، الميكرو انتربريز، ومن خلال إبداع اللبناني. هيدي طبعا عم بحكي على مدى على صعيد الأعمال الفردية وعلى صعيد لأدم. بس طبعا اليوم وقت بدك تبني بلد، يعني هيدي كانت مثل ما عم بقلك فلسفة المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالعالم مش بلبنان، هو العمل التوافقي، الخطة والدراسات والبرامج، مثل ما بنعمل مؤسساتنا على المدى المتوسط والطويل، والاتفاق على تنفيذه. مش كل ما بيجي وزير أما مسؤول بيغير برنامج للي قبله، أما يعني وقت بدك تبني بلد بدك تبنيه من خلال خطة، من خلال برنامج، وتتعهد بتنفيذه وبتنفسه. بيقولوا أنه يمكن عم بننظف وأنه الوضع منه هيك. نحن عم نعطي من خبرتنا الاقتصادية والاجتماعية نظرة أنه ما بلا خطة وبلا برنامج ما بينعمل. اليوم أكيد لازم نطلع من نصفي عم نشتغل كلنا سوا ومتضامنين ومتحدين، من أنه كل واحد عم يشتغل لحاله وكل واحد عم بيسعى لحاله. وطني يا ذهب الزمان الضايع، وطني من برق القصايا طالع، أنا على بابك قصيدي كتبت هالريح العنيدي، أنا حجرة أنا سوسني، أنا سوسني يا وطني. جيراني بالأمطرة تذكروني، وبلابل القمرة يندهوني، جيراني بالأمطرة تذكروني، وبلابل القمرة يندهوني. شجر أراضيك سواعد أهلي شجروا، وحجار حفافيك وجوه جدود العمروا. شجر أراضيك سواعد أهلي شجروا، وحجار حفافيك وجوه جدود العمروا. وعاشوا فيك من 100 سنة، من 1000 سنة، من أول الدنيا. وطني وحياتك وحياة المحبة، شو بني عم اكبر وتكبر بقلبي، وايام اللي جاي جاي فيها الشمس مخباي، انت القوي انت الغني.
وطني. ساعة من العمر مع الرئيس السابق للمجلس الاقتصادي والاجتماعي روجي نسناس عبر صوت لبنان. الحوار متواصل عبر ساعة من العمر من صوت لبنان. بخلال ترأسك للمجلس الاقتصادي الاجتماعي تابعت شغلك بالقطاع الخاص؟ شوف أنا وسأت شغلي وفوت معنا واحد من أقوى المجموعات التأمين بالعالم للي هي اشتريت، كان نحن عندنا ليون دو باري، صرت اشتريتها أكسا، وأنا أنا أكسا تفوت بالرسميل 51% مع اتفاق بيناتنا والإدارة على الإدارة وعلى كل شيء. والفكرة كانت من خلال العمل مؤسسي، يعني نقلت شركتنا العائلية من إلى مؤسسة، إيمانا مني أنه المؤسسات بالقليل المؤسسات المالية لازم تتطور وتكبر من خلال شركاء وأنظمة، وأهم شيء تبادل الخبرات وتستفيد من حجم المؤسسات العالمية وخبرات. ودخلنا بشكل مهم بشركة جلوب ميد، للي كمان هيدا بنقول لهم للشباب كيف جلوب ميد، وهي شركة إدارة الأعمال الطبية ورقابة الفواتير الطبية. كيف جلوب ميد من 20 شخص بلشت ستارت اب صغيرة، كبرت وصارت موجودة هلا بكل بلدان العربية، وعم تلعب دور خلاق ودور رقابة، وهي همزة وصل بين المستشفيات والأطباء وشركات التأمين والمؤسسات اللي هي بتدير أعمال التأمين، اللي هي بتاخد المخاطر التأمين يعني والتعاونيات، ونحن بندير لهم أعمالهم حتى بنراقب الفاتورة وبنحاسب عنهم، وبالأخير بنتحاسب نحن وياهم. اليوم القطاع الخاص أما بتشتغلوا بإيدك، أما أنت خاصة أنه عم نكبر بالعمر تعمل مؤسسة بكل معنى الكلمة، وبيكون عندك، أنا عندي حظ في خيي أصغر مني للي يعني نحن عم نشتغل سوا، وفي عنا مؤسسة مع مدراء مع موظفين عم بيلعبوا دورهم للي هني بيديروا المؤسسة وأنا بساهم فيها. أكثر من هيك، هيدي سمحت لي كمان أنه غير العمل المهني، دي العمل الخيري شوي نطور، غير العمل المهني أنه أنا كمل رسالتي بالعمل الخيري. وإذا عم نحكي على الجمعية الخيرية للروم الكاثوليك اللي أصبت برأسها من 30 سنة، نحن هون على عكاوي عنا مستوصف نستقبل كل المحتاجين، بيجي المريض على بكرة نشوفه حكمة بنعطيه أدوية نستقبله، بيتروق عنا، وعاملين مركز يومي للمسنين، يعني عدة مرات بالجمعة المسنين بيتغدوا بالمركز بنزلة العكاوي. مثل ما قلت لك، هيدا للي خليني مع هالمجموعة من الطيبين اللي ضلينا كلنا سوا عم نحكي على التضامن. لو منا متضامنين ما كنا قادرين نعمل أعمال ناجحة إن كانت خيرية أو مهنية. بقى اليوم بتكون سمعت فيه المشروع واحد للي انعملت واحد الحياة. هالمشروع مثل ما قلت لك جمعية صار لها 120 سنة، تعاقب عليها ناس اشتغلوا من قلبهم ونجحوا الله يرحمها. في ست اسمها المرحومة مريهب وجوزة نائب، كان نائب محامين نمر ربي، أعطونا بوصيتهم أرض حتكون هون حد الأوتيلو وعدة أملاك أخرى، وقالوا أنه نحن نطلب من الجمعية الخيرية أنه تشيد من خلال هالوصية، من خلال اللي عم نعطيه كأملاك، مركز للمسنين أو مشروع خيري للمحتاجين. للمحتاجين هيدي القصة يعني صار لها أكثر من 60 سنة 50 سنة. وفي محسنين آخرين كمان تبرعوا للجمعية الخيرية بمبالغ، جينا نحن من خلال للي لمسناه كحاجة ومن خلال أعمالنا بالجمعية الخيرية قلنا خلينا نعمل مشروع وننفذ وسيطة الله يرحمها مدام مريهبة. عملنا الدراسات، طورنا الفكرة من مركز المسنين، بشرنا ب
مشروع نقاهة 130 تخت خلص من شي جمعتين ثلاثة، وشرفنا فخامة الرئيس بتدشينه شخصيا، وكتير عجبوا المشروع، وكان فيه مسؤولين وشافوا انه على 16 ألف متر بنا مشروع كتير مهم. طورني لمشروع نقاهة وما في كتير بشارع مثله بلبنان. الفكرة هي انه من بعد ما يطلع من مستشفى الشخص بده يرتاح او يكملوا له العلاج، بس ما بقى عايز يضل بمستشفى، بيجي مثل مشروعنا. تانيا خلينا مركز للمسنين بطبقين للكبار بالعمر بده يكملوا حياتهم، كمان بمركز مثل هيدا عملنا طابق أزهايمر، وهون بتتعلم كمان مختص يعني الأزهايمر. من بعد ما خدنا رأي حكمة اختصاصيين عملنا طابق أزهايمر، يعني قايمين بهالمشروع بتضامننا نحن كجمعية خيرية، قدمنا نقوم بمشروع يعني كلفته 25 مليون دولار. بيديروا رئيس المشروع الأستاذ ظفر شاوي اللي هو نائب رئيس الجمعية الخيرية، ومدير عام تنفيذي السيدة نصار اللي كمان اشتغلت بالحق الاستشفائي سنين وسنين وعندها خبرة مميزة بالموضوع، وحكمة ونرسيت، وطبعا فريق عمل إداري. المشروع من المشاريع المميزة بلبنان، ونحن واثقين انه هيك بده يكون المستقبل للي هو مراكز نقاهة للمسنين والغير المسنين، للمحتاجين عموما. المحتاجين. نوصل للأمتار الأخيرة في هذا الحوار، الوجه الآخر للسيد روجي نسناس، بدنا نكمل شوي عند مستمعي صوت لبنان. يوم بحياتك كيف بتمضي حياتك إذا بدنا نعطيها سريعا؟ بس أنا بمضي مع الناس كله، بمضي مع الناس. أنا برأيي، شوف طبعي أنا بشغل كتير وبحب اللي عم بعمله، ومثل ما إيش في تنوع بشغلي، بلش بشركتنا بقطاع التأمين وبمؤسسات الأخرى واتصالاتي من خلال مركزي بكل شيء مهني، وإذا في عايزيني بأي موضوع طبعا أنا على 24 ساعة موجود على التليفون. بس أهم شيء كمان اتصالاتي كلها بهالمؤسسات اللي عم نحكي، إن كان الجمعية الخيرية أو قبل كمان كان تجمع رجال الأعمال والمجلس الاقتصادي الاجتماعي. جزء كبير من شغلك له علاقة بالمال، المال والحياة، يعني نظرتك للمال ودوره بالحياة. حلو المال إذا فيك تستعمله. المال وسيلة، وسيلة رفاهية، وسيلة، بس المال منه هدف هو بذاته. أنا خبرتي بالحياة ويمكن الصعوبات اللي مرقت فيها علمتني أول شيء وأهم شيء الواحد يشكر ربه كل يوم أنه عائلته بألف خير، تربية عائلته مهمة، ونجاح الناس للي قرب منه كمان مهم. يعني الطمأنينة نقطة، وتكون مرتاح مع نفسك، هيدي نقطة أساسية. هلأ كل واحد، أنا هيك بقول لهم لأولادي، مش ضروري تكون معك مصاري تكون ناجح، ولا ضروري تكون طموح. المهم تكون طموح للي بتحبه وتنجح للي بتحبه. في ناس نجحوا بالأفكار، في ناس نجحوا بالموسيقى، كل واحد باختصاصه. مش دوري ناجح هو اللي بيروح للآخر للي عم بيعمله وبيعمله عن قناعة وبيحبه وبيشكر ربه كل يوم على اللي عم بيعمله، لأن مثل ما قلنا مسابرة خطوة ورؤية. يوم بتتمنى ما كان موجود بحياتك، يعني لو أطيح إلى تشطبه من حياتك. أكيد في أيام سودة عشناها، وكل واحد عيشها بحياته، وقت الناس بيحبها بتتوفى وبيزعل، بس بالأخير مع العمر مع الخبرة بالأخير الواحد بده يتقبل هالأيام السوداء، وفي طلعات نزلت. بس بيقولوا لي أوقات كتير من خلال الخبرة للي عشتها، وأنا مرقت مثل ما كنت عم بقول لك في حادث شخص بحبه، وأنا شخصيا صار لي حادث كمان مرق على سليم سبحانك يا رب. بتقلي شو الفرح مشينا؟ بقول لك الفرح وقت ما عندي مشاكل، يعني كل سنه عايشه وما عندي مشكل. وقت ما بحكي عن مشكل يعني مشكل جد. يعني لو بونور سي دي مومون اون يا با دو مالور. كتر خيرك يا رب، اكتفي بحالك،
وعيش بطمأنيني. اليوم الموت كيف تنظر له؟ هلأ حكيت عن تأثير الموت وغياب الأحبة. أنا مثل ما إيش إيماني كبير، عيش حياتي بإيماني وبطموحي وبوجبتي، بعدين كلنا بدنا نموت، هيدي عبادة الله. الفنون ودورة بحياتك، الموسيقى إلى محل؟ إلى محل بتروقني، بس إنه الشغل عم تتبع الوقت، ما أقول 90% من وقتي هو يعني. بس بدك تسمع شو بتسمع مثلا؟ شي بيروقني، موسيقى رايقة. Offrir le monde dans tes bras, conquérir des fortunes fabuleuses, mais je n'ai pas besoin de ça. Le bonheur, c'est la fleur à mon oreille, c'est le chant des oiseaux dans le matin, c'est mon cœur qui s'invente des merveilles, même quand tu sur la mienne, c'est le sable qui coule entre mes mains, c'est ma peur quand j'attends que tu reviennes, et c'est ma joie quand tu reviens. بيبقى بختام هذا الحوار الكلمة الأخيرة إلك أستاذ روجيه نسناس. أنا كلمتي الأخيرة هي كلمة إيمان، طبعا إيمان، وكلمة للي بقوله لشباب لبنان انه امنوا بالبلد. نحن عرفنا ومرقنا بصعوبات وكنا شباب، كمان للأسف ايامنا هالصعوبات عشناها تجاوزناها، كان في ايام حلوة وكان في ايام صعبة، رح يضل في ايام حلوة ورح يضل في ايام صعبة. اليوم المرحلة اللي عم نعيشها اقتصاديا واجتماعيا صعبة كتير وعارفينا، بس اللبناني بمبادرته وبطبعه وخاصة بالأعمال المهنية، اللبناني خلاق، ولبنان أكبر من الكل، والمستقبل أنا شخصيا بنظر له بطريقة إيجابية. نحن نقينا نضل بالبلد، نحن أخذنا هالخيار وقت بلشت الحرب اللبنانية، وإيماننا بالبلد كبير. مع رسالة هالأمل الطالع من القلب بتشكرك بالختام أستاذ روجيه نسناس، الرئيس السابق للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، على تلبية الدعوة إلى المشاركة في هذه الحلقة من ساعة من العمر. أنا اللي بشكركم. ويبقى أنه لمن يرغب بإعادة الاستماع إلى هذه الحلقة يمكنه ذلك على الموقع الإلكتروني للإذاعة صوتلبنان.com. موعدنا يتجدد مع ضيف آخر بعد أسبوع في مثل هذا الموعد، فإلى اللقاء. ساعة من العمر. إعداد وتقديم شرب المارون. إخراج مارون الخوري.